طلاق مماطل وداعم ريف إذا كان راتبه أقل من 9000، 9000 وأقل، راتبك 1000، 2000، 3000، 4000، 7000، 8000، 9000 يشملك. الله شو الأخبار الزينة، شو الأشياء الحلوة، ناوي عليه؟ ها؟ إجازتك. إجازتي يعني سؤالك وراه شيء، إيش تبين توصلين الأيام وراه؟ في شيء؟ ما أدري بس يعني سؤال عادي. لا لا في شيء، في شيء ما في شيء بس فضول. يعني شلون حتى في إجازتك ما نشوفك وتقعد مع العيال؟ ترى العيال محتاجيني، يبون أبوهم جنبهم، يداريهم، يكلمهم، يطلع وياهم، ما أدري يعني. طيب موب على كيف يا مرة، بعد الدوام حاجتك كذا، حنا رجال الأمن شغلنا دائما كلك، إذا أنت عارفة صعب نحصل إجازات، يعني إيش تبيني أسوي؟ هذا مو عذر. طيب حاجة العمل كذا، والله ودي بوظيفة ثانية بس مو لاقي يا مرة، أنت عارفة الآن وضع السوق ما في وظائف، صعب التوظيف، صعب مو لاقين. إذا في إيدك وظيفة يلا جيبي لي، ومستعد من بكرة أطلع.